الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لرد اللي رد علي أبو المخايد وقال عني بأنني كي نروح لوها نروح للملاهي، والله حاشا لله، هذا كله كذب. أنا وها أنني نزورها منذ 30 سنة إلى يومنا هذا ما تلاقيش مع ملها، لأن طريقي في وها ما يتلاقاش مع الملاهي. أنا أذهب إلى المساجد، أذهب إلى العلماء، إلى الصالحين، يعني أذهب إلى أهل الخير، إلى البيوت الكريمة المضيافة في وهران، والحمد لله. كل إنسان يعرف بلده على حسب الطريق نتاعو، بما أنه هو طريق وطريق الفساد والملاهي والتخنت، فأبو المخايد يعرف الملاهي، أنا لا أعرف الملاهي، وإنما أعرف بيوت الله. والحمد لله شرفني ربي أني لقيت درس الجمعة في مسجد الإمام ابن باديس، هذه وهران التي أعرفها أنا. بالنسبة للكلام تاعو السخيف الذي قال بأنني أنا من أسباب الإرهاب، حاشا لله، الحمد لله تاب على يد العشرات وربما المئات، أنا لست من أسباب الإرهاب، وإنما النصيحة اللي قدمناها له كان عليه أن يقبلها. وأنا أعلم أن هناك إمام مسجد نبهه فوق المنبر لما كان يمثل دور أبو عبيدة ويصور الإمام في صورة سيئة، فكان الجواب نتاعو على الإمام قالوا الكلاب تنبح والقافلة تسير، انت إمام مسجد قل عنه الكلاب تنبح، إن شاء الله يتوب ويستغفر ويندم على ما فعل. وهذا أبو المخايد هذا، احنا مشكلتنا مع المخايد تاعك، أعطاه له 250 مليون دار زوج مخايد، مالا لو كان أعطاه 500 مليون واش دير؟ لو كان أعطاه مليار واش دير؟ اتق الله، راك مزوج، عندك زوجة، عندك أطفال، يعني من المعقول أن الأطفال تاعك يشوفوا باباهم بزوج مخايد نتاوعو يشطح للناس؟ عندك باباك سماك محمد سيد الخلق وانت حبيت لي فاتحة، هذا نصيحة ما حبيش تقبلها. احنا المهم نصحناك وقلنا لك كلمة الحق. والناس اللي قالت وعلاه ما قالها له سرا، النصيحة سرا تقال لمن يعصي الله سرا، أما للمجاهر بالمعصية العلماء قالوا ينصح جهرا، لأن لو كان ما نصحوا جهرا يقول لك وعلاه ما قالوش كلمة الحق. وأما اللي قالوا وعلاه ما قالش لما جاءوا المخنتين إلى النهار، روحوا شوفوا الفيديو تاعي مسجل، أنا درت حصة خاصة على المخنتين اللي جابوهم إلى كل القنوات بما فيها النهار، وقلت كلمة الحق، وهدرت على الكاميرا كاشي اللي جابوا فيها المخنتين، والنهار كان عندها شجاعة وبثتها وهي موجودة والحمد لله. عمري ما كذبت على الناس ولا خدعتهم ولا خبيت. ثم أنا لما تكلمت عليه يعني أني كانت نصيحة لوجه الله، كيف تقبل أنت دير المخايد في الدبر نتاعك؟ أنت راجل، ربي خلقك راجل، اقعد راجل، هذه هي النصيحة نتاعنا. بالنسبة لنعيمة عبابسة، الله يعلم أني لما دعيت لها باش ربي يرزقها الزوج الصالح، والله لم أكن أعلم أنها متزوجة، أنا ما نتبعش أخبار الفنانين واش داروا وتزوجوا وطلقوا سافروا وجاو، والله لم أكن أعلم، دعيت لها من قلبي بما أنها بان بأنها متزوجة الحمد لله، ما لم أكن أعلم، دعيت لك باش ربي يرزقك زوج صالح لأني لم أكن أعلم. لما استقسوني عليك فأجبت بالنية الصالحة، ما كانتش نيتي حاجة واحدة أخرى. ولما قلت باللي لما كنت في أزمة سكن وقفت معايا وعطتني فيلا في بوهارون، أنا نيتي أني نبين الجوانب إيجابية، إنسان وقف معك أيام الأزمة هذه شهامة، هذا هو الهدف، ما كانتش نيتي ننقص منها ولا يعني أنا ذكرت موقف أنا ما قلتش بلي عرضت عليا الفيلا مقابل الزواج، لم أقل هذا، كل إنسان يتحاسب على كلامه، وإنما قلت لما كنت في أزمة سكن وقفت إلى جانبي وعرضت عليا سكن وأنا رفضته، هذه نيتي فقط، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يهديك يا أبو المخايد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.